احنا القرار ديال تسعود تفاجئنا به. احنا اللي كنا كنتسناو ان يزيدونا سوايع اضافيه بحكم ان احنا كنخدموا جيرونوي، كنا كنتسناو ان القرار يعني تحل وتولي الامور كما هي. تصدمنا ملي قال لك تسعود، احنا كنا متضررين قبل، يعني كنا سادين كاع ضررنا اكثر. زادوا رمضان قال لك غادي يعطيونا شي تعويض وضعنا ما كاين والو. دابا تفاجئ ان كنا كنتسناو الصيف كنقولوا الامور غادي تزيان، زادوا عطاونا التسعود، تضرينا بزاف لا حنا لا العائله ديالنا لا الناس العملاء ديال المقاهي، وما كاين لا تعويض لا والو. حنا كنشوفوا كنطالبوا من الدوله دير شي التفاته لهاد العمال ديال المقاهي ويتم التعويض ديالهم على الضرر، زائد ارباب المقاهي حتى هما مضرين، وحنا كنعيشوا مع الناس، الناس حتى هما ضرات من الازمه. ما بقى لناس كما كتشوف ان القهوة خاويه ما كاين حتى واحد، والناس اللي كيجيو يشربوا قهوه غالبا من 6 حتى ل 11 ديال الليل، اذ ما بقاش الوقت فاش الانسان يشرب قهوه، زائد ترونسبور انت كيبغي يتنقل كاينه ازمه، كل شيء ضرينا بزاف. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تيفي وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزياره موقعنا www.masinktv.ma.